هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخلة أنت شيف إيفا. أولا أميغوز، سوي شيف إيفا، مسرثات أستلستا إن يوتيوب، بلاتو دي بردوراس كون كيسو موزاريلا إي ويبوز. هاي أصدقائي، وصفتنا أصبحت جاهزة على اليوتيوب، إنها طبق الخضروات مع جبنة الموزاريلا والبيض. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة ومغذية، اقتصادية وسهلة التحضير، تعتبر أحدى أنواع الفطور، ويمكنكم اعتمادها أيضا كوجبة عشاء خفيفة لكم ولأحبتكم. وكما تعودنا وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي متابعينا الكرام وكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، نحن نسعد بتفاعلكم مع قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب لتصلكم جميع فيديوهاتنا أولا بأول. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة معي أنا الشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير: عدد 2 بيض، كراث ساق 1، كوسة حبة 1، بصلة 1، فلفل أحمر حبة 1، فلفل أخضر حبة 1، زيت زيتون 3 ملاعق طعام مملوءة، ربع باقة من المعدنوس، حبة طماطم 1 كبيرة، جبنة الموزاريلا، ورشة من النعناع الجاف، وملعقة طعام من الفلفل الأحمر. ها هي مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. سأضع 3 ملاعق طعام مملوءة من زيت الزيتون في المقلاة التي على النار، وأتركها على نار هادئة الآن. أخذت حبة البصل هذه، سأقشرها، وبعد ذلك أبدأ بفرمها ناعما. بعد تقطيع البصلة ناعما سأضعها في المقلاة مع زيت الزيتون هكذا. الآن أخذت ساق الكراث هذا رفعت عنه الغطاء الخارجي، الآن سأعمل على فرمه ناعما هو الآخر. بعد تقطيع ساق الكراث ناعما أضعه في المقلاة مع البصل هكذا. نقلبهم مع بعض في المقلاة هكذا. أترى هكذا يبدو شكل الكراث مع البصل. الآن أخذت حبة الفلفل الأخضر هذه سأعمل على إزالة البذور التي بداخلها، وبعد ذلك تقطيعها. سأقطعها ناعم جدا الآن
وبعد ذلك سأضعها بالمقلاة مع البصل والكراث هكذا، وأبدأ بتقليب محتويات المقلاة مع بعض هكذا. بعد ذلك سأأخذ حبة الفلفل الأحمر، أعمل على إزالة البذور من داخلها، وبعد ذلك سأبدأ بفرمها ناعما، وبعد الانتهاء من الفرم أضعها مع بقية المواد في المقلاة، أحركهم هكذا وأعيد الغطاء مرة أخرى. أخذت حبة الكوسة هذه، سأعمل على تقشيرها، وبعد ذلك فرمها على شكل مكعبات صغيرة. هكذا سأضعها في المقلاة مع بقية الخضار، أقلب الخضروات مع بعضها البعض هكذا وأتركها على النار. هنالك ملاحظة، أنا استخدمت حبة كوسة واحدة، ذلك لأن الكوسة في إسبانيا كبيرة الحجم، أما لو كان حجمها اعتيادي كالمتوفرة في تركيا بإمكانكم استخدام حبتين من الكوسة. الآن سأخذ بما يعادل ربع باقة من المعدنوس وأبدأ بفرمها ناعم. وبعد فرم المعدنوس ناعما سأضعه في المقلاة مع بقية الخضار هكذا، بعد ذلك سأعمل على تقليبهم هكذا. تبدو الخضروات بعد الطهي، سأرجعها على نار خفيفة. والآن أخذت حبة الطماطم، سأعمل على تقسيمها إلى قسمين بالعرض هكذا، أضعها جانبا. في هذه الأثناء سأضع رشة من الفلفل الأحمر فوق الخضروات هكذا. أقلب الخضروات في المقلاة وضعت قبل لحظات رشة خفيفة من الملح فوق الوصفة الآن سأضع ملعقة كوب من السكر فوق الوصفة، نسيت ذكرها في المقادير، إلا أنكم تجدون جميع المقادير في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. والآن سأبرش الطماطم وأرمي قشرتها.
وها هو الجزء الثاني أيضا، برشته ورميت القشرة، سأضع الطماطم المبروشة هكذا فوق الخلطة، أي فوق الخضر عفوا، نقلبهم مع بعض. ها هي جبنة الموزاريلا، أصدقائي لدينا تنويه بسيط، الرجاء كتابة اسم قناتنا قناة أنخلة والشيف إيفا أو قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا سواء بالعربية أو الإنجليزية كما تحبون في التعليقات، فهذا يدعم قناتنا، وشكرا لكم مقدما. والآن أضع جبنة الموزاريلا فوق الخضار المطهي في المقلاة، أحاول توزيع الموزاريلا على كامل الخضار هكذا، بعد ذلك سأغطي المقلاة وها هي وصفتنا هكذا تبدو بعدما رفعتها من النار، سأضعها في طبق التقديم هكذا فقد نضجت، وضعت مقلاة ثانية على النار وسأخذ هذه القوالب المعدنية وضعتها في المقلاة، سأضع بداخلها البيضة هكذا، فهذه القوالب تعطينا شكل دائري للبيضة، طبعا لا ننسى وضع ملعقة من زيت الزيتون في المقلاة قبل وضع البيض، وها هو البيض بعدما أصبح مقلي جاهز، وضعته فوق الوصفة هكذا تبدو وصفتنا الآن، سأنثر عليها قليل من النعناع الجاف ها هي قد اكتملت الآن، وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم بلاتو دي بردوراس كون كيسو موزاريلا اي اويبوس، أي طبق الخضروات مع جبنة الموزاريلا والبيض قد أصبحت جاهزة، بألف صحة وعافية أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، متابعي قناتنا الكرام قناة أنخيلا والشيف إيفا
ولكل من يرى فيديوهاتنا هذه للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة قناة أنخلة والشيف إيفا، تفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. وإن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات، سيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا، أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.